شكرا سيد الوزير لالتقاطكم الرسالة بهذا البدء والسرعة، لكنها تبقى غير كافية لأن هذه اللغة المتداولة مع الأسف والتي تكرسها وسائل الإعلام العمومية هي لغة ربما تعتبرها لغة تحديات من أجل تنمية مستدامة كما يقرها الدستور، هي مزيج هجين من فتات هذه اللغة وفتات تلك، لا تأخذ بعين الاعتبار مقومات ومصادر هذه اللغة ولا تلك، هي إهانة لنا وللغات المتداولة. في الحين سيد الرئيس، لهذا سيد الوزير، إذا ما تحدثنا هنا في البرلمان لغة وتغربنا فيها أو تعثرنا فلا تلومنا، لأننا نتاج لسياسة إعلامية شاذة تعمل جاهدة على استلابنا وعلى استبلادنا وعلى الضرب في العمق مقوماتنا، تعمل على تعويدنا على الرداءة، وهذه سيد الوزير هي مسؤوليتكم. وكنا نظن وسائل الإعلام أنها وسائل تربوية توجيهية تهذيبية، إلا أنها تعمل على عكس ذلك تماما. فالمجال الإعلامي يمكن الكلام والحديث فيه عن هلوسة إعلامية مشتتة بين انتكاسات تلفزية وبين حوادث إذاعية وهي كثيرة، ولنا مثال على ذلك في المسلسلات وفي السهرات وفي الحوارات الاجتماعية والمهازل الاجتماعية والهزلية وفي المسابقات. سيد الوزير، لا فائدة، عقم مستعص وعقد متجذرة، دعمكم لا يكفيهم وبرامجهم لا ترضينا ولا تغنينا عن فضائيات أخرى. الأمر ليس نحن ولا هم، بل الأمر مصير أمة. سيد الوزير، أطلقوا سراحهم وحررونا من ترهاتهم، لهم مستشهروهم ولنا الرأي العام، لهم حفنة من الشعب ولنا كل الشعب، لهم أشباح لغات وأشباه لغات ولنا لغة عربية فصيحة فصاحة البيان وبليغة بلاغة القرآن. سيد الوزير، ولنا لغة أمازيغية منصوص عليها في الدستور، ولغة حسانية سيد الوزير هي مشتل للعلم والأدب والشعر. سيد الوزير، نريد إعلاما يعكسنا، يعكس ملامحنا وملاحمنا ويعكس آفاقنا. سيد الوزير، وإلى ذلكم الحين أسمحوا لنفسي بأن أقول لكم ميرسي مسيو لو مينيستر، ميرسي. مع الحل، مع أن الحل، كل الحل يكمن في العقل وفي الوجدان وفي النفس، مصداقا لقوله تعالى وفي أنفسكم. سيد الوزير، وفي أنفسكم، أفلا تنظرون. صدق الله العظيم. شكرا.